حطينا الاسماء ديال هذه الجمعيتين تتهضر عليا بجوج ديال الجمعيات اللي عندك ياك الجمعيه اللي كاينه في المغرب في المغرب والجمعيه اللي كاينه في ايطاليا الاسماء ديال الجمعيات اعضاء اسماء ديال الجمعيه الجمعيه تاتي بالمغرب سميتها القلب الذهبي للتضامن القلب الذهبي للتضامن اسمنا على مسمى وي هو ودرتو على من اجل التضامن انا درت هذه الجمعيه بالمغرب ما كانتش عندي كاع ليها الاخرى ديال الاخرى ديال ايطاليا نائبه للمهاجرين سميتها ايزو ايزو بالايطالي حاليا اللي كنشتغل عليها بزاف هي نساء العالم فام دو موند شفت عاوتاني حالات اخرين هي اللي خلاتني نحل هذه الجمعيه هذه شفت نساء هنا بالمغرب لاجئات بالمغرب من انحاء الدول العربي وتاثرت انهم كاين دكتوره كاينه بزاف وقلت علاش ما نديرش هذه الجمعيه ومشيت وحتى هي نجحت فيها واسستها وحاليا كنشتغل على مهرجان لا كولتور ماروكان بايطاليا ان شاء الله غيكون في شهر ماي في لو موا دو ماي بالنسبه للتراث المغربي عادات المغرب نعم واش ما فكرتيش ديري التؤامه لهاد الجمعيات اللي عندك هادي اللي في المغرب مع الاخرى في ايطاليا ديري التؤامه لولوج هادي تابعة لهادي وهادي تابعة لهادي حاليا انا كنفكر فيها باش نديرها ونتمنى من الله يسر بينا عفوا الوقت واش شكون دابا انت يلاه بديتي في المغرب ولا اسستي جمعية 2012 دير راه سنة سنة أكثر من سنة كيفاش يبان لك دابا المجتمع المدني اللي عندنا هنا في المغرب مع المجتمع المدني اللي كاين في ايطاليا لا فرق كبير فرق شاسع فرق شاسع بالنسبه للسوسيال في المغرب ما بانش ليا سوسيال صراحه علاش متحلين ما كاينش مهما انا درت السوسيال الا باش نساعد الناس ما نساعدش نفسي باش نساعد الناس وانا عاود نقولها انا درت هذا القلب الذهبي للتضامن لان تعاقت لي الوالده ملي دخلت المغرب لقيت صعوبات كثيره بالتطبيب المراه تقدر تبقى جالسه في الدار ما تمشيش للحمام شهر وكنفكر كي عندك امكانيات ولاقي صعوبات فما بالك في واحد ما عندوش هنا اذا هذا الشيء في المغرب ما في ايطاليا ما في ايطاليا الحمد لله في ايطاليا عندها كل شيء الحمد لله عندها المراه هي جات غير تبع مثلا تبع لي انا مصيبه لها لي بابي ديالها تجيني المراه دوموند حتى للدار من الدوله هي اللي تدير لها الدوش هي اللي تخرجها انا خدامه ما يمكنش ليا وكذلك الادويه ادويه فابور طبيب يوم التحليل ملي نبغي ندير لها التحليله في لوبيتال يجي الطوموبيل حتى للدار تهزها ديها التعويض التعويض زعما تعويضات ما تخلص حتى شي حاجه في الدواء حتى شي 700 اورو الا كانت انفاليدي كانت انفاليد ايوا شنو هي الاسباب يعني كيفاش تشعري انت كمغربيه كتكوني في ايطاليا كيفاش تشعري ملي تتكوني عندنا هنا في المغرب في بلادنا زينه نعاود نقولها بلادنا زينه ولكن مسيرين ماشي في مستوى ماشي في مستوى مسيرين ما كاينش المستوى بالخصوص المسن وذوي الاحتياجات المعاق معاق هادو جوج في المغرب اثروني بزاف اثروني هو اللي خلاني ندير الجمعيه بالنسبه للقلب انا علاش سميت عاود نقولها قلب الذهبي للتضامن حيت ما لقيتش تضامن انا كندفع امي حتى للكلينيك باش ندير ليها مثلا فيزيتا لهذاك السيد اللي في الكلينيك ما يجيش حتى يساعدك مثلا يساعدك انت دابا عندك حق تزيد امك لايطاليا وترجعي لا كانت عايشه معايا هذا هو اللي خلاني وي كانت عايشه معايا كانت عايشه معايا 14 سنه والوقت اللي تعاقدت نو الوقت اللي تعاقدت اضطرت باش ندخل لبلادها هذاك صافي ما بقيتش كنقدر نزيد مزيان ولا عندي مشاكل هنا فين لقيت المشكل هنا ملي دخلت طبعا هذوك الناس الكبار او المسنين او هذا تيكون في الغربه تيشوف راسو نهار يعني مراد وهذا وهذا تيقول لك رجع الله ما نموت في بلادي نموت حدا ولادي حدا عائلتي هادشي راه معروف هادشي تنتمنى لك التوفيق والنجاح شكرا عطينا التعريف ديالك ما عطينا التعريف عرفوا ما 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 ع
بالمغرب الجمعيه للناس المحسنين المعاقين. الحاجه اللي كان ندير عليها بزاف عتقيني ملي نساش كريم ملي قوافل طبيه كنجيب معايا دي بروفيسور من برا وكندير قوافل طبيه هنا للناس المحسنين. وي وي درتها وي درتها اش معها مش من عام درتها العام اللي فات. تحسوني قدوه بارك الله فيك حولش حول العينين حول صراحة خديت المرض اللي تتعاني به الوالدة هشاشة العظام وجلالة هذاك المرض اللي في الوالدة شتو في ناس فورين ودابا حاليا إن شاء الله في هذه السنة هذه عندي قافلة طبية إن شاء الله بني ملال في بني ملال إن شاء الله غتكون إن شاء الله من اللي دونتيغ والعينين جايين معايا لي بروفيسور مازال ما حددناش التاريخ لا باقي ما حددناش ونتمنى لك النجاح والتوفيق ان شاء الله. عطينا التليفون سي نعيمة نعيمة شكون نعيمة فين تربيتي وفين ترعرعتي فين ترعرعتي المغرب كرم وفين زدتي وافتخروا ببنات المدينة عمري سنة في خدمة المسرح والسينما والتلفزيون في المغرب ومواليد مدينة الدار البيضاء مدينة قديمة وعملت يعني كثير وزيادة على المهنة ديالي كممثلة وكاتبة لأن كتبت عدد ديال الأعمال التلفزيونية ومسرحية والان وكنعمل في العمل الجمعوي كمتطوعه يعني كنساهم بواحد القدر اللي يمكن لي نساهم به وفي جمعيه وطننا اللي كتساند الاخوان المحتجزين في تيندوف مع الاخت الرئيسه لنعيمة مشرقي كنحييها لانها سيده تهيا عائلة جمعوية كبيرة جمعوية وعملنا مسيرة في 2006 مشينا معاها كنتي معنا مشيت معاكم في 2006 كانت مسيرة من أضخم المسيرات اللي دازت في المغرب وجاوا من الإخوان من الجالية من جميع الدول من جميع الدول وكانت مسيرة يعني مهمة وهذا يعني ومشينا لاوروبا متنا لبلادنا ومتنا وتكلمنا على هذا القضيه ديال المحتجزين اللي كان يعني مسكوت عليها لان واحد العجز ديال عدد ديال المدنيين اللي بقاو واحد سنوات وهما محتجزين في واحد في هذاك المخيم العار لان تندوف فكان عندنا مواقف ومشينا واوروبا زرنا واحد العدد ديال المدن في اوروبا وعرفنا بهذا المشكل وكانت كان تعمل فيلم على هاد المحتجزين من خلال واحد من المحتجز عبد الله اليماني لانه كان 25 سنه هو محتجز في تندوف ومن خلاله تعمل فيلم على المحتجزين وراه كان كتاب راه خرج واحد الكتاب راه كان في السوق ف يعني زياده على المهنه ديالي كممثله عندكم شي فريق بارك الله عليك اسم الفريق ديال التمثيل لا انا كنت قبل مع فرقه البداوي السي عبد القادر البداوي هو والاخوين كانوا الاخوين ودابا كنعمل مع مسرح فنون ديال انوار الجندي عملت معاه عمل السنه اللي فاتت انوار الجندي ابن حسن الجندي وعملنا جوله خارج المغرب كانت جوله ناجحه فيها 21 عرض بين بلجيكا هولندا فرنسا اسبانيا عظيم ودابا في هذا الشهر ان شاء الله عندنا ثاني جوله بنفس مسرحيه اخرى اللي كانت حسيسيه لحوادث السير اللي سميتها السلامه واستر مولانا العنوان زوين السلامه واستر مولانا اللي فيها واحد العدد ديال الفنانين بحال الاخ قدر مطاع سمسره الداسوكي انا عبد الله قلت انا كاين امل تمار
كاين مصطفى تهتاه، كاين واحد العدد ديال هذا مشات لي اسمه، المهم كاين واحد العدد ديال الفنانه دابا الانشطه اللي تقوموا بها هناك كممثله في المغرب ولا الموضوع هذا، وتخرجوا خارج الوطن مثلا اوروبا، كيفاش تحسي بالجمهور داخل المغرب والجمهور اللي خارج المغرب؟ هو الجمهور اللي خارج المغرب كيكون متعطش اكثر عنده حتى في الاعمال اللي كدوز في التلفزيون كتحس به متبع اكثر من اللي في الداخل، لان هما يعني كيحبوا يسمعوا اللغه ديالهم يشوفوا حتى ملي كيعبرونا بعض الاخوان في الجاليه كتحس بهم في الدار، يعني مغربي راك في المغرب كلشي بحال هكا، صالون وخاولات التقاليد ديالنا وديك الماكله ديالنا كلها يبغي عنده كلها يبغي. دابا انت فين ترتاحي؟ واش هنا في المغرب ولا خارج المغرب؟ لا انا كنرتاح في المورال ديالك كما انا كنرتاح في المغرب، في المغرب بطبيعه يعني كنبغي نمشي نشوف اوروبا ولا هذا، ولكن نمشي ونرجع قصد السطلاع باش نستقر تما، انا قلت لك زعما المورال ديالك لو تلقي له ويوس تلقاي هذا راحتي في بلادي، راحتي في بلادي ولكن في حتى تعطي المايه هذه وادي وطنيه ولكن حنا حتى اللغه راحتي لكن ما تعطش اليوم يجيو يديروا عندنا مسرحيات، ربما هنا الناس تاع المغرب ربما مابقاش واقيلا كيديوها في ذاك المسرح. لا دابا حنا باقيين كنتمنوا يدخلوا عندنا دائما، هي هي اللي كممثله وهذا كيفاش تشوفوا التبديل في المغرب الممثلين كيفاش يعيشوا الممثلين في المغرب؟ يعني في واحد الحاله كيفاش تبان لك انت واش؟ ولا الحمد لله كاين تحسن، راه كاين طبقات، كاين تحسن، كاين طبقات، كاين واحد الناس ممثلون الى اخره، مغنون الى اخره اللي عندهم قيمه وكتسنى كيف تشوفوا وين ومتى اخر حاجه، كاين وحدين اللي كل واحد كيخطط لراسو راه الفنان بقيمته عنده قيمه راه كيدخل بها للجمهور وكيعمر حتى توصل للجمهور، كاين فنان اللي على قد الحال ما كاين اشكال صح، بقيت نشوفوا حنا بعد هذا الفنان والمغاربه ماشي واحد، نشوفوا بعد الفنانه هنا في المغرب زعما على علين المتصفيت فيهم يمكن الدوله ما حكومة ما مدتهاش فيهم، الدولة ما مدتهاش فيهم، ما عطينوش دعم، ما مدعمينهمش، ما كديها في الفنان عمرها ما كديها فيه، أنا راه مدعمين عمرها ما مدعمينهمش، إلا في عهد الحسن تاني الله يرحمه، الفنان عنده دعم واحد وهو الجمهور، هو كيبقى ديما خدام الجمهور ويحب الجمهور، وكاين الفنان مساكن مرض في مستشفيات وما كاينش طالع لهم الله ينصر السيد مسكين، هو صفاته الفنان المغربي شحال من الفنان هو ميت هو حي ما كاينش يسير الاخبار من غير السيد الله ينصرو اللي كي صفاته ديالو كيعطي الاوامر ديالو باش الفنان يداو هذا السيد. لا الحمد لله احنا الان عندنا، انا كنت سنتين جوج مرات في النقابه، كنت في المكتب التنفيذي ديال نقابه محترفين المسرح المغرب، وحتى هذه النقابه هذه شحال هما تيحيدوها وتيردوها لا ولكن وفيها مشاكل وفيها شوف يا مفتي علمي ان الا زولوا وحيدوها غير من الرؤساء ديالها، اما الدوله تعمل اطار ثابت من اي وجهه كان فهو مقبول وخدام ويمشي اللي تابعينه، لانه ما تقولش الاخبار ماشي بالدوله الثمانينات حسن الثاني الله يرحمه انا عندي هذاك عطاهم خصص ليهم واحد فينا واحد واحد في المية فينا واحد في المية فينا هي هذا هو السؤال ايوا فينا هي لانه لا وكان عادي البدوي كان عبد القادر البدوي هو اللي كان يعني ذا اللقاء مع صاحب جلال الحسن الثاني ماشي غير هو كان واحد ديال الفنانين ولكن هو كان اون بيرسون مي هو اللي عطاه هذا عطاه واحد الكتيب وعطاه سيدنا وسيدنا عطى هذيك الموافقات ديال 1% كل كدعم يعني للممثلين المغاربه واحد الممثل المغاربه ما حصلوا له على 1% لا ولكن هو ما مشاش لوكا كان هو خدا المبادره ومشى لهذيك النقابه لوكا راه مازال لحد الان ثابته مازال واقفه لحد الان لان بامر ديال الملك الاوامر الملكيه لا ما كندوزوهاش نهائيا لا نناقشوها ولكن هو السي عبد القادر البدوي ساعة
سيد خادم تنعرفوا انا معرفة يعني هذاك اخونا يعني خلينا. يعني وقع لي شي خصام وكلا مع سي اسمو شو ممتلئ توهر لا ما نقول سميتو انا كنعرفو قال لي شي مشاكل وهذيك المشاكل هي اللي خلات واحد العدد ديال الممثلين ما يستافدوش وعلاش غادي الناس يخلقوا راسهم مشاكل حيت المشكل اللي عندنا هو اسمح لي استاذ كاينين الناس اللي كيدافعوا على مصالحهم خاصه صافي الله يرضى على بنتي فهمتي المصالح الجماعيه العامه ما كتهمهمش فهذا هو اللي خلى التعثر ديال هذه المهنه ديال النقابات ديال هذه المهنه كتشغل فكاين ولكن الان الحمد لله كاينين الحمد لله بعدا لان كاين شباب جديد في المكتب كنت في المكتب التنفيذي قلت لك مرتين درنا بعدا اول حاجه هي كانت التغطيه الصحيه اللي ما كانتش عند الفنان اييه دابا دفعتوا على حقوقكم دفعت عنده تنفذات طبعا تنفذات وكاين الان حنا يعني كنقابه كتجري ان باش تعمل مساعدة الفنانين العاجزين وهذا التقاعد باش يكون حيت كاينين فنانة كيوصلوا لواحد السن ما كيبقاش يبقى يخدم ما كيعجز فخصو تعويض خصو فهذه غادي احنا غاديين ليها وتقنين هذه المهنة ويعني النقابة غادية كتبحث على التحسن طبيعة الحال لان راه سنوات ديال الضياع سنوات لان كل كنا كنقلبوا كلنا على المصلحه العامه غادي نمشيو ولكن كل واحد ملي كيوصل شي منصب كيقلب على مصلحته الخاصه هنا يعني كيقول لك انا وبعدي الطوفان بغيت تعطينا شي كلمه لهاد يعني لهاد الممثلين اللي تيبانوا لي انا ولاو مسلمين ولم يستفيدوا من اي شيء عن عادات القمر جالسين في المقاهي بدون حاجة وحينما نطرح عليهم أسئلة تكون جواب هذا الشيء اللي اعتبر بس تفدوهم أولوهم دابا المشكلة هو أن كون كان العمل ماشي دابا غير المسنين اللي جالسين راه حتى اللي باقي صحاح الشباب راهم جالسين لأن دابا هذه سنتين بعدا كان العمل قليل الناس ما خدامينش لان هذا الغزو ديال الاعمال الاجنبيه اللي جات هي اللي زادت حطمت الانتاج الوطني انا دائما كنادي كنقول علاش ما نديروش تبادل مع هذوك الدول اللي كيصيفطوا لينا حنا داك التقاليد ديالهم وعاداتهم اللي يمكن بعض المرات كضر بينا حنا بحال هذيك المسلسلات المكسيكيه بحال يعني ولات موده بلهجه بالدارجه التركيه يعني كلام صافي كتسمع ولا داك الشيء وحتى ديك الدارجه ماشي الدارجه الراقيه لان خص تكون باش نحسنوا اللهجه ديالنا ونحسنوا هذا هو الدور الفن شنو هو البديل دارجه مبتدئه البديل بغينا البديل البديل باقا ما تعطاتش دابا الاذاعه فيها مسلسلات اجنبيه المسلسلات الاجنبيه والمسلسلات المغربيه لم نرى من اي شيء دابا حنا ولات قضيه ان العمل الوطني امتى كيبدا حتى كيقرب رمضان عاد عرونا شويه الانتاج الوطني يعني رمضان اللي هو شهر الصلاه والصيام والعباده خاص انا زعما انا يعني كنبغي ان تكون يعني لماذا ما تكونش مسلسلات دينيه دوز بحال كان قبل كان مسلسل محمد رسول الله يعني ماشي لان الاعمالات ما كتبانش ما كتشافش في رمضان لان في هذاك الوقت الفطور كلشي كيطلع ارى الحرير ارى هذاك ارى اتاي ارى حتى حاجه ما كيشوفش بالتركيز تركش اذا كتضيع العمل امتى كيتشاف حتى كتفوت رمضان عاد كيتعاود عاد كيتشاف مزيان هذا يعني لكن بعد المسلسلات في رمضان يعني تتم في بعض القنوات عندنا هنا بواحد الثمن رخص وبعملة صعبة صعبة هناك يقول كاين الأزمة بالعملة الصعبة أنا قلتها للسيد الوزير قلتها له قلت له يعني لما
ما يكونش واحد تبادل هذيك العمل ديالنا حنا اللي مغربي ولا جتنا حتى حنا يعرفونا الناس ولا يدبلجوها حتى هما يدبلجوها الثقافه ديالنا تمشي تبادل الثقافه ولكن حنا كن حنا في قاعات الانتظار مشكله بصافي حنا دابا الى ما شاء الله حنا بلادنا بحال باقي داك الشيء الى يوم باقي داك الشيء الى يوم حنا في قاعات الانتظار زعما ما النوبه ديالنا بقى موصل شفتهم 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 جاو بعيد الحمد لله حنا ما نيأسوش كاين واحد التطور في بلادنا كبير في هاد السنوات الاخيره هاد السنوات ويعني وبفضل سيدنا الله ينصرو اللي وقف هو اللي كيشتغل 90% وكيشتغل كيشتغل كل واحد 90% اكثر وكل الشعب كيعرف هذه القضيه لان لولا سيدنا بزاف ديال الحوايج ما تصاوبش الدار البيضاء كيفاش كانت ويعني كيفاش غادي تولي واحد المسرح هذاك المسرح راه من عهد الحسن الثاني الله يرحمه وهو كيخرج ليه الميزانيات وما عرفت هذيك الميزانيات كتمشي كتكال وداروا جريمه في حق المسرح البلدي اللي تهدم هذيك الجريمه الكبيره اللي دارت في حقه وكانت فيها وشنو دابا دار ان حديقه معلمه تاريخيه حديقه جالسين فيها العاطلين العاطلين شنو علاش ما بقاش علاش ما يترممش ناعسين فيه كتقولوا غيري بيرمموا الوريبو رممو مريبو فين هذاك سميتو اللي كان ديال اسبانيا سيرفانتيز هذه وهذا هذا سميتو اللي كان غنت فيه ام كلثوم وغنت فيه صوت مازال هذاك المسرح ولكن ما كاينش فيه يعني الصوت ما كيتسمعش فيه لان ما مبنيش على البنايه من اجل هذا كم صح كم صح الا ما درتيش تيدير لي بو كتقولي هذا دابا اللي موجود من اجمل المسارح عندنا في الدار البيضاء ولكن ما كيتوفرش على شروط المسرح كيتوفرش فيه شروط المسرح لان المسرح بعدا كيخصو المسرح كيخصو فرشي قالك فاقد الشيء فرشي ما كتسمع فيهش الزدمه ما كتسمعش فيه ومنين يدخل المغني عنده لي كوكيدوب من هنا حتى ديك الجي ديالو كتسمع الصوت جميل جدا اش من مسرح هذا يلا عندنا مسرح محمد الخامس هو اللي يعني كتوفر فيه المسرح شروط المسرح والمركبات الثقافيه لا كلشي ضعيف كلشي ضعيف ضعيف حيت ما كيجيبوش ناس متخصصين اذا اكبر مدينه كاينه في المغرب شوف ما تكونش بها مسارح خاص تكون مسارح مسارح نجيب لي تياتر دو بوش كيكونوا غير كدير 100% في الاحياء الشعبيه يعني في عود ما هاد الافات اللي ولات دابا هالمخدرات هالمصائب هذا يعني المسرح شنو دوره هو توعيه تربيه تثقيف وينتقد الحوايج الخايبين اللي في المجتمع ويعني توصيل بعد العادات ديالنا الخلقيه الطيبه الى المجتمع علاش قال شي كلام بصراحه لا يعقل لان المسرح الثقافه والفن والرياضه هي المدرسه وهي التربيه ديال الطفل من البكري كنا كنقراو كانت التلفاز واحده بالنهار ولكن تعلمنا كانوا كيدوزوا برامج زوينه تاريخيه والثقافه المغربيه كتبان وكانوا الناس كنريحوا معاهم كنستافدوا منهم مدارس بحال المعلمه اللي باقا عندنا الله يطول عمرها الحاجه مكور من الناس اللي كنستافد منها المدرسه ديالي بصراحه انا تربيت فيها وعلمتني العمل الجمعوي والعمل بزاف د الحوايج وبصراحه لنا انسانه طيبوبه كتبغي الخير الناس وفيما عيط الحاجه كنقول لها كاين واحد العمل جمعوي وعمل خيري كتقول لك ما كعمر قالت لي لا كتخلي الاشغال ديال ولاد الدرش مسكينه وكتنقل وديبلاصا سي الوفي اعطي التعريف
محمد سالو الاسم الفني الوفي فنان مغربي البداية الفنية في الثمانينات وفاعل جمعوي رئيس شرفي للمنتدى الوطني وللأسرة والتنمية البشرية السامرة. المؤسسة الأولى لهذا المنتدى هي السيدة مكواري رئيسة المنتدى وكتعمل معي النائبة الأولى وأنا كنعمل رئيس اللجنة الثقافية والفنية للمنتدى الوطني للأسرة والتنمية البشرية السامرة. ومؤخرا أسسنا فيدرالية الودادية الحسنية المتطوعة مصر الخضراء بين المغرب وأوروبا من مؤسسين هذه الفيدرالية السيدة مكوار. لأن الإنسانة غيورة على البلد ديالها فيما كان شي عمل جمعوي كتلقاه هي الأولى بصراحة وبناء أعمال يشتغل داخل المغرب وخارج الوطن. بالنسبة للبداية الفنية كانت في الثمانينات أول مناسبة غنيت في فلسطين كانت بمناسبة عيد العرش المجيد الثمانينات من قطعة سباتة. أش من أغنية غنيت؟ غنيت أغاني وطنية وأغاني تراثية وشعبية. أول أغنية غنيتي؟ غنيت أغنية كتغنى على بلدنا المغرب جنة جنة مغربنا يا وطننا وأغاني وطنية بمناسبة عيد العرش المجيد. وعندي 12 شريط فني تراثي ودابا اشتغلت على الاغنيه الوطنيه شكل رسائل فنيه وطنيه تراثيه للاطفال واجيال الغد. دابا الطفل محتاج الاغاني التربويه لانه عند خريج معهد ولا لا بالنسبه للفن موهبه ولكن استفدت مع الفنانين الكبار اللي دازوا قبل مني في الفن واستفدت مع رواد تكون الاسماء اشتغلت مع الفنان المنور مشيت مع جوله عبر الديار الفرنسيه في سنه 1994 درت معاك انا رحلات كثيره في الباطوسيت واشتغلت في الباخره مع الجليل الدريدي. لا كنت انا كنسافر في الباخره وكان هو كيدير كندير الباطوسيت كندير الجاليه المغربيه مغربه العالم باش الانسان ينسى الطريق لان الطريق 300 ديال الطريق وهذيك الانيماسيون كتلعب دور مهم في مع الجاليه المغربيه كينساو الهموم كينساو المشاكل ديال الطريق. بصراحه انا نقول ان الشتغل في الباطو ماشي ساهل. اشتغلت في الباطو وكنت من الناس اللي تقريبا غنقول لك كان نحت الباطو فيه جوج مواطا ديال كيتم غادي لو وقع شي امبار في الباطو الناس ما كيسوقوش الباطو. انا كندير انيماسيون باش كنسي الناس الموضوع الثاني واحد كنسي الناس انيماسيون باش كيفرحوا دوك الناس باش ما يوقعش ازعاج في الباطو. ودوزوها بينا مره وزياده على الاتصال حوار الباطو واقف وسط الحرب وزياده على الاتصال بالفنانه. وبالنسبه انا شجعت عدد ديال الفنانين في الخفاء وصراحه الفنان في هذا البلد نقول لك الفنان خصو دعم لما كانش عنده دعم بيزيدش الفنان ولا الرياضي راه هو السفير هو السفير البلد. انا مؤخرا راني انتقلت الى الديار الفرنسيه في 2011 مسائل عائليه ومشيت وكان فنان مغربي وكنمثل بلادي وشاركت في مهرجان في 2012 مع جميع الجاليات العربيه غنيت الاغاني المغربيه والاغاني الجزائريه والتونسيه. واش المغرب ولا فرنسا؟ لا فرنسا في مدينه قرب ليون. ليون درنا واحد فاستيفال كبير وبعض الجرائد كتبت على الحفل وقدمت مشروع فني كيهضر على السين في العالم لان بلدنا معروف بالسين والتسامح والامان وبحقوق الانسان وبلدنا ميدياف واخا كاين مؤخرا كاين العنصريه في الديار الاوروبيه لان المغاربه دابا راه كيتصدوا العنصريه ومن هنا تصدت العنصريه خطيره في المدينه ديالي لان كاين المدينه اللي كنقطن فيها اللي كتسكن فيها لاميري تما اللي كيسير هذاك لاميري مخدم جزائري كيسابوطي المغاربه لكن لا يعقل اتفاقيه بين المغرب ماشي هذه وهضرنا معاهم بالفصول وهضرنا بالقانون وصيفتنا رسائل الى رئيس الدوله الفرنسيه كنقولوا ليه اش كاين اش كيوقع المغاربه كاين سابوطاج في الخدمه كاين سابوطاج في السكن. انا ملي بغيت ناخذ السكن تحول كتبت الوالي ديال البورك تما عادش عطاني السكن ملي كتبت هذاك الجزائري ما عطانيش. انا كامل احتراماتي لاخواننا الجزائريين ماشي كلهم ولكن مرحبا بهم لان المغاربه كيبغيو الجزائر. احنا انا خدام حنا خدامين تما كاخوه عائله ما بين الاخوان الجزائريين والتونسيين ولكن كي بعض افراد راه كاين الراسيس في اي بصراحه ما هادشي ما تقبلناش ودابا رفعنا دعوه اللي مشتغلين وصيفنا رئيس الحكومه قلنا له اش كاين اش كاين وهادشي راه غادي ان شاء الله لان لان ماشي اللي تقاس المغربي اللي تقاس لان اي مغربي كيتقاس في الديار الاوروبيه راه خوك هذاك والحمد لله حنا رافعين العلم داخل المغرب وخارج الوطن لان الفنان راه سفير خارج ارض الوطن داخل شي البوم عندي دابا مؤخرا اشتغلت في عندي دابا تقريبا دابا طرقت الحوايجات اللي كيهموا الوليدات داخل في تحسيس المواطنه وصوت عدة أغاني تتحدث عن القضية الوطنية الأولى هي الصحراء المغربية وتساند الحكم الذاتي اللي جابه ملكنا محمد السادس نصر الله وأيده. وعندي دابا مشروع فني على التنمية والجهوية والمغرب الأخضر
شي حاجه كتعمل الوليدات التربويه على الرياضه، تشجع الوليدات على الرياضه. ومؤخرا كنصوب مشروع فني على محاربه حوادث السير، راه دابا عده مشاريع، وكاين مشروع فني على محاربه الشغف في الملاعب. فنان دابا انت فنان، فنان موسيقى الى اخره، كاين حوادث السير كيفاش؟ انا جاتني فكره، علاش؟ انا شي حاجه كتسوق هذيك الفكره كفكره ماشي ودابا راه كديت بروجي، كديت لسائف ستوديو من المالي الخاص، ما كاينش واحد كيدعمني، كيدعمني الله سبحانه وتعالى. تعطي دروس؟ نو، هادو شكل اغاني والافكار عندي، ولكن دابا عاد باش نقدم المسؤولين، انا ما يمكنش ندير كلشي راسي. السير دابا السير كيفاش هذا؟ تعطي دروس على السير؟ لا، واغاني تربويه. تربويه؟ هذه حوادث السير اصلا، جوج اغاني. نعم. كنقولوا فيها وحنا ماتوا صبيان واطفال، ماتوا في الضحايا في الطرقان، كلام خصنا هادشي نشوفوه. كاين، نعطيك دابا نعطيك ان شاء الله من وسخ الشهادات ديالك نشوفوا. وكاين دازوا بعض الاغاني، دازوا في بعض الاذاعات، وشاركت في برنامج سونبوس وشباب الشخطرات، وقدمت عده مشاريع. تبان لنا انت دابا ملي بدينا معك هذا النقاش هذا، وانت وطني. وحنا من الوطن هو الاول، الاختي هذا لقينا وطنيه، الحجه المقاومه الحجه لقينا حتى هي وطنيه، دابا وصل الوطن المرحوم راجل راه كان مقاوم حتى هو مواطن مواطنا فغادر يا اخي. هو في غنى عنك اذا لم تكن مواطنا فغادر. كيعالج كيف مواضيع لا في التمثيل لا في الصحيح المغرب اذا لم تكن مواطنا. انا احب المغرب وملك المغرب وناس المغرب وكل من يقطن هذا البلد الامين. وشعارنا الله الوطن ملكة الشعب. لماذا؟ لأننا وقفنا في عهد الاستقلال وحملنا السلاح وقاتلنا وجاهدنا ونحن شباب صغار إلى أن يستقل المغرب. إلى أن يستقل المغرب هزيت الفردي 4 ولا 5 المرات، وأنا ماشية في حاملة في كرشي كنقول يا ربي، وماشية ودايرة داك الشيء ديال المالين فجدين، وأنا طفلة من 14 عام مازال ما عنديش، وانا حامله هذاك الشيء وماشيه به. حتى كنوصل عند مولاه كنفكو ونعطيه له تيقضي الغرض ديالو ويردو لي ونعملو، ونرجع في الطريق وهو كيبقى واقف قلب غلتت فرتت كيجيو يقلبو الناس كلهم ما كيجي. مشيت انا طلعت لدار الندوه خبعت الفردي وخرجت مشيت بحالي. لازلت طالبه في جامعه القرويين بمدينه فاس، حضرت على مقتل يعني ضربوا 4 ديال الناس، انا اللي حملت لهم الفردي زياده على انني حملت السلاح من الدار البيضاء لتما، عملتو فلاكين، عملت هذه هكذا حتى لهنا، ولابسه السروال وانا محمله بالقرطاس، وهبطتو وجبت وعبيت. ومنين استقل المغرب هزينا الخناشي على ظهرنا كنجمعوا المالي للجزائر. دابا اللي خاصهم الموت كاملين سميتو كنجمعوا المالي للجزائر، نجمعوا لهم الخراطات، نجمعوا الفلوس، نجمعوا الهيادر ديال العيد، الهيادر ديال العيد، وجمعنا الكثير الكثير. اللي مشى المراه كتخلط عليا تتقول لها كتسل دم اللي جبني يديها ديال الذهب قد هكذا، المراه تتخلط عليا كتشل الشوكه من عنقها ديال الذهب منبته، المراه كتقول لها كتهبط حلقه قد هكذا بالجهره ديالها كتسوى ما تسوى وتعطي. وحنا كنجمعوا نديو لدار الندوه، دار السي حمد مكوار الله يواليه بالرحمه فاس فاتيني، هذيك كانت عندنا هي دار الندوه، دار الغراري في الدوح، دار التازي في صلاج، كنديو هادو هما الدور ديال عندنا، وكنزلو ونزلو هذاك الشيء ونجيو الحمد لله نمشيو ساجين. ولهذا حنا خدمنا هاد البلاد، ما خدم اللي خدمنا حنا ما خدم واحد. علاش؟ كنخدموها دابا بلاد مزيانه، كنحبوا ناسها، كنحبوا الساكنين بها، كنحبوا الداخل علينا كنحتاروا. واحد السؤال استاذ. نعم. الوثيقه. الوثيقه تمضات في دار عمي. عندك عليها شي معلومات؟ الوثيقه تمضات في دار عمي. نعم. البيت فاش تمضات مازال، فراشو مازال، زربيتو مازال، في الدار في الضحى، مشيو للدار نحلوها ونطلعوا لفوقي حيث تمضات. انا مازال طفله صغيره ديك الساعه سي الله 37. انا ما وليت العام فاش العام في دار عمي تمضات الوثيقه، جاوا الناس كلهم وتكتبت الاسماء ومضاو حسب ما كيعاودوا لي، وتمضات الوثيقه وطلعت وخرجت صيفط منها نسخه لسيدنا، نسخه مشات لهذاك الفرنسي صيفطوها. واما هذا اللي كيعاودوا لي انا يعني انا ما حضرتش على الوثيقه، ما نقولش حضرت، ولكن كبرت مع هذاك الجو منين خلقيت وبديت من سميتو، كبرت مع هذاك الجو
وصبت مالي الوثيقه مازالي مغات عمي فاطمه جنونه وعمي الحاج احمد مكوار، وصبت ناسنا مازالين موجودين، ناجيه مكوار بنته والولاد وكل شيء، وناسنا موجودين مكاور اللي تمضات في دارنا، وبقات ديك الدار معلمه من المعالم التاريخيه ومقدسه عند جميع الناس. هذه الدار ديال الوثيقه، هذه الدار اللي تمضات فيها الوثيقه، هذه الى اخره. الحمد لله كان الشرف العظيم للمغرب هذيك الوثيقه اللي بقات لحد الان تاريخيا كتذكر ويحتجوا بها في عالم الاستقلال المغربي. كنشكروك على هذا. ومن واحد القضيه استاذ بالنسبه للحاجه راه عندها هرم في الثقافه بالنسبه للشعر تبارك الله. الزجل من بعد ان شاء الله تقدم لكم شي قصيده شعريه راه جميله في الكتابه ديال الشعر. ستكون عندنا شي ان شاء الله شي مناسبه. بالنسبه باش نرجع للقضيه ديال الجاليه المغربي مغاربه العالم نفتخروا بهم في كل العالم، لان كنطلبوا من الحكومه ديالنا دار الناس اللي كاينين في اوروبا واللي عايشين المشاكل ديالهم، كل مدينه تكون فيها مركز لاستماع للجاليه المغربيه وتكون قريبه للجاليه المغربيه. لا يعقل ان المدينه اللي كنسكن فيها في اويوناكس والقنصله ديالنا في ليون بعيده عليا، لو وقع لي شي مشكل انا خصني ندير واحد ساعه ديال الطريق ساعه، ما كاينش مركز استماع. نقول لك اللي كاين، انا كنشكر السي رضوان القاضي رئيس الفيدراليه وجمعيه حقوق الانسان اللي وقف معايا في القضيه ديال الدفاع على كرامه المواطن والحقوق المواطن وحقوق المهاجر. لا لاش هاد الناس وقفوا معايا وبدعم من السيده الحاجه مكوار اللي حتى هي مسكينه عاونتني دعم معنويا، ومسكينه كتقوم تي بالواجب ديالها. لاش حشومه ان المغربي كيتهمش تما في واخا واخا في الديار الاوروبي كيتهمش الفنان اي مواطن مغربي. لا يعقل احنا كيجي فنان اجنبي ما نخليو ما نديرو عليه، هنا ما نخليو ما نديرو عليه، ومرحبا بالفنان الاجنبي ولكن اسبقيه الفنان المغربي، ويكون صندوق الفنان المغربي. هذاك الفنان اللي غيجي يعطيو 300 مليون نحيدو له واحد 100 مليون ولا 150 مليون ماشي صندوق الفنان. وهاد المهرجانات اللي كتكون في حنا كنقولوا كاين الفنان اللي كيجيو عدد في هذيك الاثمنه. اسمع هاد الموازين الى اخره، اش تقول انت على رايك؟ احنا اسبقيه لتراثنا واسبقيه للفنان المغربي في اي مهرجان، ومرحبا بالفنان الاجنبي. حنا الا خدمنا مهرجانات نخدموا ولاد البلاد هما الاولين، الا خدمنا 100 فنان هذاك الفنان راه يخدم 100 عائله، راه يخدم عائلات ماشي بوحدو غيخدم. انا الا خدمت اوركسترا راه كنخدم عليه 8 الناس 8 عائلات في 10. كانت عرض مسرحي في الاستاذه فاتح نعيمه الياس، راه ماشي بوحدي اللي خدام مسرحي، راه كاين عائلات خدامي معاه مسكينه. علاش؟ راه ما تنساش واحد القضيه، الفن راه حتى هو استثمار. علاش من علاش ما ندخلوش نستثمروه؟ لان الفن راه هو الفن والرياضه. شوف دابا نظموا كاس العالم ديال الانديه، خدموا الطيرات، خدموا ريستو، خدموا الشعب، واحد خدم في هذاك الكاس العالم كذاك الفن. الفن مهرجان كتخدم فيه عائلات. علاش؟ كل شيء كيخدم. ولكن الناس محتاجه فلوس ما كتهضرش. الكلمه الاخيره اللي بغيت تقول للجاليه المغربيه ولا انا كنمدح الف تحيه وكما قلت في الجاليه المغربيه كنقول الحق في مقلب، لان مساكن ماشي الخطوه باش كيجيو هنا. راه تنساش واحد القضيه، راه كاينه ازمه عالميه، والازمه العالميه شكون كيتحملها؟ شكون كتجي فين؟ كتجي في الناس المغاربه المقيمين. وكاين الراسيز دابا راه طالع واحد القضيه، نقول لك دابا في المدينه دابا في لافرونس راه العدد ديال الناس راه تسبوا العنصريه، وهولندا مؤخرا شفتوا وديجا كانت بلا ما نقول لك راه في المجتمع الاعلامي راه خاصها يكون كل شيء خضر. كاين شي حوايج راه بلا ما نقول لك حنا كنطلبوا، ولكن الله يسوسي ديالي ديالنا العز في اوروبا ودينا في العالم، لان المغرب بلد اوروبا وبلد لافريك. انا كنت كنقرا في ليكول فرنسيه، نعاود لكم انا وقع لي هذا الشيء، انا لاباس بخير كنقرا في ليكول فرنسيه. لا يعقل تركيا كتقريني عطاتني نقرا على المغاربه حارقين في الباطو. كاينه هنايا وفين كنتي؟ علاش حد كيسيرها مغربي في ليكول؟ انا قلت انا عدد في الادوات. قلت انا داخل ليكول فرنسيه، عطيني اللغه الفرنسيه، عطيني التاريخ، لان فرنسا ضحوا على المغاربه. المغاربه ماتوا على سبيل فرنسا. المغاربه الناس اللي في فرنسا ماتوا تحاربوا. واش كاين المغرب؟ حنا كاين اخوان جزائريين. كاين الجزائر يدوزوا فرنسا. انا باش نقول لك المشكل وقع لي انا في ليكول. دخل معنا انا قبلت مدرسة دار الحنان فرنسية، كنت كنقرا في ليكول فرنسية، كنت كتقريني تركيا،
تركيا عطاتني نقرا على المغاربه حارقي في الباطوك ديالها الدوله الفرنسيه. انت دابا كتدخل العنصر التعليم شحال النمره شحال النمره؟ عطيني نستافد، عطيني الجغرافيا الفرنسيه، عطيني التاريخ الفرنسي، عطيني الثقافه الفرنسيه، عطيني اللغه الفرنسيه. لكن النمره شنو احنا كما كنعترفوا باللغه الفرنسيه هنا في المغرب والحسانية والامازيغيه اللي جابها الله يرحم سيدنا جابنا الدستور الجديد دار الحنان وكنطلب من الحكومه ديالنا طبق الدستور الجديد. خاصنا نطبق الدستور. وبالنسبه كنشكركم، شكر الذاكره السياسيه وكنشكر الطاقم التقني والسيد مودي على هذه الجريده، وانكم نتوما جيتوا عندنا. هذا هو الاعلام، الاعلام اللي كيقلب على الخبر، هذا هو الاعلام الصحيح. انا لا اعقل، ولكن كنلوم بعض الاذاعات لا ملي كتمشي عندهم كيردوك بحال جبراني. انا بلا لا نقول بلا ما نقول لك علاش، انا تعاملت مع عده اذاعات ولكن كنشكر الاذاعات اللي تعاملت معاهم. علاش؟ عندهم حب الوطن وكيوصلوا الرساله، وكاين بعض الاذاعات كيطفلوا الاعلام في اي ميدان كاين متطفلين. ملي كدير مشروع فني وطني على الصحراء المغربيه كيبقى يشوف فيك بحال انت جاي ما عرفتش ماشي دوله، وراه قضيه وطنيه كتهم من اي واحد واسبقيه. ماشي انا نمشي لتركيا ونجي ونجيب الفيلم نقول ما انا تركي ودوزوني، هذا لا يعقل. هذا تطفل على الفن، وخاص المكان المناسب في المكان المناسب، خاص الفنان هو اللي كيسير الفن، خاص الفاعل جمعه هو اللي كيسير الاعمال. ماشي نخلطوا، كاين بعض الجمعيات ناشطه وكتضحي من جيبها من وقتها. انا براسي ملي كنسجل شي كاسيطه، ملي كنخدم شي سهره في العام سهره في عام، راه يقول لك الفلوس اللي كنصور راه كنمشي نسجل بهم ونمشي نتعاون مع الجمعيات بدون مقابل. وعدد الجمعيات نجحت من انشطه بدون مقابل. علاش؟ حبنا وطننا وحبنا ملكنا، لان سيدنا جابنا دستور جديد وجابنا التنميه وجابنا الجهويه والمغرب الاخضر والدفاع عن القضيه الوطنيه اول حاجه، مساند الحكم الذاتي. سي الوافي تخليني نقول واحد الكلمه للجمعيات اللي بالمغرب، هذه زعما كلمه غنقولها الجمعيات اللي بالمغرب. حنا كمهاجرين جينا دخلنا داخلين بالسوسيال باش نمدوا لهم يد المساعده اللي يقدروا يديروا هما في المغرب، حنا نساعدوهم به من برا، لكن ما كنلقاوش معاهم مساعدات، كنلقاو معاهم عراقيل. ولكن الاعظم لقيت انا الاعظم بالنسبه للقافله الطبيه تاعتي لقيت فيها مشاكل من اعظم الجمعيات. حنا باغيين نتعاونوا معاهم، والحاجه اللي كيعرفوها هما احسن ما كنعرفوها حنا. ماشي قليل 25 عام وانا خارجه بلادي، انا غنجي غنلقى كلشي تغير عليا، ما غنلقاش داكشي اللي كنت عارفه انايا. كنتمنى من الجمعيات اللي بالمغرب يعرفوا شنو هي معنى السوسيال. السوسيال اشنا هو؟ ودوك الناس اللي كيطرقوا ببانهم وكيبغيو يساعدوهم زعما يساعدوهم بحق، ماشي غندير جمعيه لنفسي انا وعاد خلي حتى نشوف الناس بحب الانتظام. لان الجمعيات هنا في المغرب، الجمعيات في المغرب في المغرب ربما تيبان لينا بحال شي واحد باغي يجمع ليه غير هو بوحدو، تيتسنى واحد المنحة تتعطى سنويا بجوج مليون ثلاث مليون ربع مليون خمس مليون، تيقلب غير على هادي فهمتي. ولا طرحت عليه شي سؤال شي رئيس ديال الجمعية هنا في المغرب، حنا واحد العدد الجمعيات التقينا معاهم، انت شنو الدور ديالك؟ شنو الأعمال؟ شنو الأنشطة؟ شنو تدير؟ وهذا صبغ التريطوار شدير كسبغ التريطوارات ودرت هذا ودرت هذا، هذا غير معقول. هادشي هذا الجمعيات هما اللي وصلوا الديمقراطية لأوروبا، جمعيات هما اللي وصلوا الديمقراطية لأمريكا براسها، باش هذوك الدول عاود ما كاينين دابا راه بالجمعيات. دولة الجمعيات ما كانش ما كانش يوصلوا لهادشي اللي هما فيه اليوم. هذا هو اللي تمنينا حنا يبقى في المغرب. وما في بالك انت غير في الدار بلا كاينه مع 1700 ولا مع 2000 ديال الجمعيات ولا مناره منهم. لا لان شوف الله يخليك، هاد الجمعيات المغرب ما نقولوش عليهم انهم كاملين جمعيات. راه كاين بعض الجمعيات يعني الفاعله الجمعوية التي تعتني بعملها وبأناسها وببرامجها وبعملها السنوية، ولكن هناك جمعيات عندها غير الاسم فقط. نعسة كتقبض الفلوس وتاكلهم وتشري بهم السيارات وتفتخر، ولا عمل جمعوي. أما الجمعيات اللي جمعوية فعلا
راها موجوده وقليله. هذا هو الاسف اللي كيحز في قلبنا، ان الجمعيات اللي كتقبض الفلوس كثيره من الدوله، من الدوله دابا من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الملايين كتاخذهم وعملت بسام الكبار سمعتي، ولكن العمل اللي ستعمله جمعوي قليل وضعيف ويعني غير ممكن وغير منتج. اما العمل المنتج اللي كتعمل له اداره وتتعمل له ناس اللي يواكبوه وتعمل يستافد منه الجمهور المغربي والساكنه المغربيه والناس المغاربه المحتاجين، المغاربه الذين يأمنون من الدوله ان تعتني بهم. وان شكون هو رسول الدوله الى المجتمع؟ هو انت. شكون رسول الى المجتمع؟ انت كيوجب تكون في موضوع هذه الرساله. واما الا ما اديتيهاش بناقص لا تعمل جمعيه. انا كنعرف جمعيات اللي ما كيعملوش والو وكيقبطوا الفلوس من الدوله، كيتمولوا مزيان وبالسيارات وداك الشيء الفخم وبكذا وبكذا ولا شيء. حنايا جوج فرانكات كنجمعوا اليوم وبالك عندك، وهذا ياخذ وهذا ياخذ وهذا ياخذ، وخصنا نستافدوا كاملين ونعاون. خاص يكون نادي صراحه حاجه في المجتمع المدني المغربي. استاذه الله يخليك، حنا هما المرآه ديال حنا حنا المرآة ديال البلاد. أييه لابسة الخضر تنقولوا لابسة الخضر، أييه لابسة الأحمر لابسة الأحمر. قلت لك 1700 تقريبا هنا في مجلس المدينة 1700 جمعية. إيوا أنا اللي تيضرني الحال جميع المركبات فارغة. لو كان كل غير جمعية تشتغل يوميا لرأيت هذه المركبات الثقافية مملوءة على آخرها. هذا هو اللي تيضرب في القلب. شوف غير الأيام الأسبوعية العطلة. نعم. الأيام العطلة عندك السبت والحد ما كاينه خدمة. نوض وسير لشي محل ديال الرياضة، شي محل ديال ما الثقافة، مسرح، شي حاجة، مسرح، دنيا، متاحف، فين هاد الجمعيات؟ فين هاد اللي تنقولوا هاد الهيئات المغربية اللي كتقوم بالتنشيط الوطني؟ ما كايناش، ما كاين والو، التنشيط الوطني ما كاين حتى حاجة، لأن كاين أوساط فقيرة جدا، ما عندهاش باش تمشي للهاي، ما عندهاش باش تمشي للمركبات السياحية اللي فيها المسابح وفيها باش تعمل، كاينة غير الوطنية أو تيترأسوها كذا وعلى قد الحال. هاد الشيء كله مهمل، قليل إلا القليل القليل. جمعية فيها 12 واحد كنقلل، وهذا مما يهز في النفس وتيمرض الإنسان. بارك الله عليكم. أنا أخيرا هادي نيت خص تكون على إشعار عليا. الأخت عتيقة عمار فنانة مطربة عرضتني انا مشيت نحضر معاها في تكريم داروا لها في عين محمد. أيه. واحد المركب جديد هذا، يعني مركب عمار بنت بوغنازل. مركب جديد باقي الكراسه بالميكا. ولكن حاشاك دخلت للطواليت. لقيتها في واحد الحاله واش نقطعوا الماء ودوك البنايات ما عادش حد الملايين ديال البوصلانه وهذا واحد الحاله يرتالها. كيما واش ما كاينش الماء، يعني هاد فينا هو المسؤول على هاد القاعه؟ حرام باقي الكراسه في الميكا. واحد الحاله قلت لك زعما راه فريمون داكشي كيالم. اي والله ولكن انا ما سكتش حتى انا فين ما مشيت ديك فوق. الكلمه الاخيره للعمل الجماوي. الكلمة الأخيرة لعمل الجمعوي. كنتمنى أنا يعني كاينين جمعويين اللي فعلا كتلقى شي حوايج كيديروها ملموسة، وكاينين وحدين اللي غير كيجمعوا الفلوس. هادو كاينين حتى هما كثار مع الأسف. يعني الجمعويين النظاف الصادقين هذا قلال، لان ما كيبانش داك الشيء اللي كي يعني اللي مطلوب منهم انهم يعملوه ما كيبانش. عندك الصح. وهذا يعني انا كنتمنى ان كل واحد عمل جمعوي راه مسؤوليه، راه تقليد،
لان نهار اللي كتبغي دير القانون ديال الجمعيه وكتقول غندير وغندير وغندير راه بحال شي برلماني اللي كيدير وبقى يوعد الناس ويقول غنديروا واجي وهذا والجمع ف يعني حرام هذاك هي كل حرام. قول يا رئيس الجامعه ما شتي البرلماني قول يا رئيس الجامعه تا هو تيوعد الناس شي ورا بعض المرات الجامعه تكون في برلمان هذاك عنده مسؤوليته الخاصه اما رئيس الجامعه فعنده مسؤوليه مركبه فاهم لان مسؤوليته مركبه هذا اكثر منك مسؤوليته ومسؤوليه اللي قبلته واللي قدامه واللي مع جنبه رئيس الجماعه راه عم شي اخر خلينا سكتين هذا موضوع شائك يعني خاص هو رئيس الجماعه موضوع شائك وغنعاود ندير شي لقاء اخر موضوع شائك ديال رئاسه الجماعه لان رئاسه الجماعه كتعمل مع المجموعه ما كتعملش مع افراد خاصين مع الجمعيه كتمشي وتوضع لهم برامج كذا وكذا المجموعه خصك تكون ديالها المجموعة خصك تعمل معاها الفقراء خصهم يتحصاو المساكين خصهم يتعرفوا اللي لاباس عليهم خصهم يتعرفوا المتوسطين خصهم يتعرفوا خاص التصنيف ديال الجماعة شكون اللي غادي يخدم وشكون اللي غادي يعطي للاخر وشكون اللي غادي ياخذ من الاخر الجماعة راه شي حاجة كبيرة الحاجة الأولى من التالي لا لا باقي أنا منكم أستفيد تبارك الله عليكم أنا منكم أستفيد يعطيك الصحة والكلمة الأخيرة بنقول أستاذ حصلتيني وين جزيك بخير عيط لي مسكين السماء قلت له عيط كنت مع السماء كنشكر الجمعيات اللي قاموا بواحد الحفل في 4 أبريل البارحة وكنا في لحد الملقى قبل هاد السيمانة كنا في لجنة التحكيم وبعض الجمعيات كتطوع من بصراحة لأن عجبوني واحد واخا ما عندوش خبرة في العمل الجمعوي وفي عام داروا واحد الأنشطة وحضرت معهم أنا مشاو لحربيل مشاو عند الناس تما ودرت معهم حفل رمضان في رمضان ونشدهم الحفل وداروا تكريم هاد السيمانة إبداع الشباب كان من المكرمين الفنانة المقتدرة والمحترمة كنحترموها في الشاشة ولا في الأعمال الاجتماعية والأعمال الخيرية السيدة نعيمة إلياس وكانت السيدة المحترمة مكوار مقاومه والفعاليه الجمعويه وراه ام كل شيء هذه السيده علامه ولكن كنطلبوا الجمعيه كما عندها التجربه طيح مع الناس اللي عندهم تجربه ويتصنتوا وانا مزيان ان تكون عندنا الكتله ديال الجمعيات اذا كانت 1000 ديال الجمعيه ويكون تخصص واحد مختص في البيئه يمشي للبيئه لا 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 البنوك اباحيه لا لا البنوك اباحيه في العمل ديالهم وهما معذورين لان هذا الوقت ديالهم هذه الجمعيه الاولى وهذا الحفل الاول اللي عملوا معقول تكون في اخطاء كيخصهم الناس اللي غادي يتكرموا يعملوا لهم يعني شهادات خاصه مع بعضياتهم يعملوا لهم شهادات خاصه المكرمين يعني اللي عندهم جداره واستحقاق باش ياخذوا التكريم اما هذاك الشيء الباقي عندهم شهادات خاصه تشجيع كذا كذا الشيء انا قلت لهم بحال كاستيك درتو علاش الوليدات دازوا ديك السيمانه شناهم كاين اللي نجح صافي ونطلعوا كانوا 4 عروض ولا 3 بركه كان طويل البرنامج علاش قلت لهم هذوك الوليدات اللي شاركوا نطلعوا في الاخر وندير ملحمه فنيه هذوك الوليدات اللي شاركوا ولكن الحمد لله كنتمنوا الحمد لله مزيد من الانشطه بعدا كاين النيه الحسنه ماشي ولا قلت واحد الكلمه قلت اني فقد الشيء لا يعطي خاصنا هاد الحكومه الا جات واحد بغات شي ترخيص ديال الجمعيه شوف شكون هو ولا عنده صوابع باش غادي يقدم بها وما يقدش او يدير لهم واحد التكوين سيدي واحد التكوين ديال الشهر الجمعوي وهذا الجمعوي وكلهم من هاد البوادب زيد الجميع هاك انا بوادب باش تعمل الجمعيه كيما هي خاصها قاعدتها وخصك تكون جمعوي وكتعرف اعمال الجمعيه وكتعرف الاعمال الاجتماعيه وشنو غادي دير الجانب اللي غادي تتبعو عملتي جمعوي عملتي كذا في الشيطة عملتي هذي فعلا هي تشاويله هي الاخلاق غير لائقه العديمه الاخلاق غير لائقه ما عندها حتى شي معنى والجمعيه اللي كتلقى فيها الرئيس الاب وكتلقى الامين الصندوق من العائله ديالو ولا فاميليا العائليه هذيك لا عمل جمعوي حتى عمل جمعوي عمل جيباوي بغيت غير نجيبو الجمع العائلي هذا الجمعيه اللي عندها غير عن وطن عندها برامج انا وبنتي وولدي وعروسه حسب الجمعيه العائليه واعاده النظر في اعاده النظر في المناح اللي كتعطى الجمعيات لا يعقل كتلقى رئيس جماعه كيعرف هذه الجمعيه ومؤسسها هو
ملي كتجي ميناء كيدوزو هو الاول في استقبالات رسميه كيعيطوا لهم من الاولين، وكاين بعض الجمعيات اللي خدامين ما كيعيطوش الاستقبالات الرسميه ما كتجيب حتى شي دعوه. حتى لا يعقل كتلقى جمعيه ناشطه كتلقى في وسط الاحياء الشعبيه وخدامه وفي المناطق اللي ما يقدرش يمشي لها شي واحد وكيمشيو يشتغلوا للجمعيات وشي حاجه رسميه في الدار البيضاء ما كيعيطوش لهم، ما كيعيطوا الناس ديالهم في التليفون باش يجيو الاستقبالات ويبانوا في الفازه. شي واحد يجي ينشط في الكاريان فوق في سيدي مؤمن ديك الكاريانات الداخليه والله ما يقد يمشي، والله ما تنكونوا الى وسط الامهات والاباء في ديك النواله ولا في ديك الشيء اللي مشيو لا كاريان طوما وغير كاريان طوما كاريانات الكاريان اللي فيه 7000 متر غادي نمشي عرفت كيقولوا له هذاك الشيء كنمشيو وتنجلسوا وسط الناس هادي تفرح بيك هادي تعمل لك شويه ديال عسل في التبصيل على قد حالها شويه ديال عسل في التبصيل وطريف الخبز غير ماذا تاع هادي يعمل لك حليبه وكذا الاخر يعمل مرحبا مرحبا وانت في وسط العيالات وفي وسط العيالات شنو كان هنا وشنو كان هنا وشنو عملتي وشنو ما عملتيش على لا واش كيوجب نعملوا احنا شنو خاصنا مرحبا بك الا احتاجيتي شي حاجه احنا موجودين الا كانت عند الدوله نفكوها لك ولا كانت كذا كذا شي نعملوا لك ديك العيالات اش غادي نعاود من الصبر وكان كان عملتي معايا واحد الجوله واحد المشيه لديك الدنيا راه تخلع كتمشيت مع الحياه الادريسي للمديونه مشيتي للمديونه مشيتي للمديونه ديال المديونه انا في المديونه وكنمشيتي لسيدي مؤمن الدكاري انا اللي عندهم سيدي مؤمن كبير كنتي كاري العثمانيه بدري ماشي السوق كاري كتمشي للسوق هذا العجب البشر والعجب ديال تيوتيو ماشي تيوتيو ديك شي 6 و7 كل عائله عندها 6 و7 و8 عكي ولدو راه كاينين عندهم تحديد الناس كاينين اصناف ديال البشر سيبتهم سيبتهم النعجه وفعلهم بعيل الديب غير الاسماء تخلعك تبارك الله وما كاين غير الاسماء جاد مهند الاسماء ديال الاسماء خلاتها امي السميه بلا فلوس كتقول لك دخلت كنطلبوا يدار نادي للفنانين في كازا الدار البيضاء ونادي للجمعيات باش نعرفوا الجمعيات ونتعرفوا على بعضياتنا ونعرفوا الجمعيات اللي سالته ونعرفوا الجمعيات اللي خدامه ويكون موقع خاص بالجمعيات والانشطه ديالهم ولا يعقل كتلقى شي جمعيه ما كنعرفهمش كيقول لك جمعيه وعندها منحه ما عمرش تدار شي نشاط ولا شي حاجه كتلقى تسمع كاين جمعيات وإعادة النظر في المنح بصراحة المنح فيها التحرميات وفيها باك صاحبي وكيدوزوا اللي بغاو ويخليوا اللي بغاو أنا 4 سنين كنشتغل بدون منحة أنا براسي أنا فنان ما عندي القدرة الإلهية ولا كان شي عمل جمعوا كيكونوا المحسنين اللي كيدعمينه منهم هاد السيدة الحاجة بكوار منهم أي نشاط جمعوا كنعيط لها باسكو هي اللي كدعم مشيت مع زيارة هذاك النهار بنو سينا مشيت مع بنو سينا مشيت مع بنو سينا كانت معنا الفنانة المحترمة مجيدة بكيران ومفتاح خير وكنشكر كاع جميع الفنانين اللي كيشتغلوا في العمل الجمعوي كاستاذ نعيمة الياس وعدد الفنانين ودات افريشا وليدات ساكن لي مرض بالقلب ودرنا حفل الغداء انا مشات شي بصراحه كنبغي نبكي وكنشكر السيده اللي غيوره على البلد ديالها الزهواجيه من ايطاليا بغات تشتغل بلادها يفتحوا لها جميع البيبان يساعدوا هاد الناس راه كاين ناس ديال الجاليه بزاف بغي يجيو يديروا مشاريع خصهم يديروا ميات المساعده راه بلادهم هي الاولى هي المغرب جي مرحبا بك للجاليه تساعدك نشكر لاله نعيمه الختام ختموا الختام ختموا ان شاء الله نتمنوا ان نكونوا في مستوى يعني طموحات الشعب المغربي اللي باغي يشوف اعمال جيده واعمال راقيه وكنتمنى يعني تكون بلادنا تزيد تحسن اكثر وتزيد القدام وفي جميع الميادين لان حتى ميدان مرتبط بميدان دائما فاذا تحسنت الوضعيه للجميع طبعا كل الميادين غادي تنعش وشكرا شكرا لهذا السؤال جماعي بالنسبه للكلمه الاخرى حنا لا هضرنا نهضروا على غير على الوطن كنهضروا على غير الوطن علاش حنا مغاربه كنحبوا وطننا وكنحبوا ملكنا لا الفنانين لا فاعل جمعوي لا اي واحد اي مسؤول عنده غير على الوطن يخدم بالجد هادشي اللي كاين يلاه اجي اجي اجي
لا بلاتي ماشي لا بلا ما لا صافي لكن ما تسخن لا لا شديتكم دابا يلا بسم الله هذه باش تجي مزيان اجي هاني 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 هاني